روح قلبي والله. انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ ده سرح خالص من هنا. بعرف بفكر في ايه؟ بفكر في ان الجمهور ما يعرفوش عن يسرى. يعني سرحت فعلا، يعني ما فيش حد عارف ان احنا بنقول لك يا سيفين. يعني ما فيش حد عارف ان اسمك سيفا. يعرفوا. وفي مرات عشان يعني يكون ماشي في الشارع في حد يقول لي سيف الفضاء ادور وش الاقي اول مصحف جمهور. هو سمع ان اسمي سيف. سمع سيفا في حته فقال لك ان ده عشان بس طب كويس. في الغالب احنا اتكلمنا عن يسرى تمام، حبيبتنا وروح قلبنا، ويعني انت حبيبي يعني طبعا ما نشبعش من الكلام معاها. بس هنتكلم بقى عن سيفين محمد. نسيم سيفين محمد نسيم، صح؟ الطالبة سيفين محمد نسيم. فلتتفضل. احكي لكم حاجة بقى. اسمي الحقيقي اللي هنقول يا سيبا همشي نقول يا يسرى بس عشان لا لا اسمي الحقيقي اللي في شهادة الميلاد يسرى. لا يا شيخ لا بقى، انت عايزة تلخبطينا وخلاص. ليه؟ يا لخبطة وخلاص. اسمعوا بقى. ماشي. اسمي اللي في شهادة الميلاد يسرى. اسم الدلع اللي في البيت كان سيفين، وانا عمري ما عرفت ان ده اسمي الا وانا عمري 19 سنة. لدرجة ان انا شهاداتي كلها سيفين محمد. لا والله كنت شعر علي النعمة ما كنت يعني انت نفسك. طب انا اول مرة اشوف اسرة بتدلع البنت باسم اصعب من اسمها الحقيقي. يعني سيفين اصعب. ده تركي. ده اسم تركي. وتركي يعني الوردة اللي ما بتموتش، اللي ما بتتبلش. طلع معاهم حق. ده بجد. طلع معاهم اسمك فعلا. كل واحد ليه نصيب من اسمه. كل واحد ليه نصيب من اسمه. صدق